التواصل مستمر مشاهدينا الكرام والانطلاقات مستمرة هنا على أرضية ميدان المرموم، حيث مشاهدينا الكرام ينطلق شوطنا العاشر في مجموعة أشواطنا الصباحية لهذا اليوم، الشوط العاشر الخاص بالأبكار المهجنات. القاية الأصايل والمسافة هي 5 كيلومترات. على بركة الله مشاهدينا الكرام تنطلق هذه الدفعة من الأسماء المشكلة أيضا لناموس الختاميات، وأيضا مشكلة للرموز ولأيضا النواميس القادمة وللسيارات. الله، نسير مشاهدينا الكرام ونتابع البداية، نتابع ملوح مع المركز الأول محمود بن حبيب الرضا، من يدفع بملوح على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز، هناك تتقدم حربة، راشد بن ضعيب بن حمد بن غدير يتقدم مع حربة مع المركز الثاني، والمركز الثالث مصيحة سالم بن حميد بن مفتاح الخاطر يتقدم مع مصيحة مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز هناك تتقدم بنت الخروف عبد الله بن محمد بن خزام نديله المري، عبد الله هناك بن محمد بن خزام بن نديله المري مع المركز الخامس والمركز السادس. سادس المراكز هناك بنت الباز خالد بن سعيد بن محمد الفيدة بن يحيى المري يتقدم مع المركز السادس والمركز السابع. سابع المراكز هناك الحصينية علي بن عبد الله بن مسفر المري يتقدم مع المركز السابع والمركز الثامن. ثامن المراكز هناك تتقدم خيرة مهير بن عبيد الخيال الطنيجي مع المركز الثامن والمركز التاسع. تاسع المراكز مشاهدينا الكرام هناك جبارة عبيد بن خميس بن خليفة بن خميس بن شلبوت الخيالي مع المركز التاسع والمركز العاشر. عاشر المراكز هناك تقدم اختيار محمد بن خير بن عزيز الشريفي على المركز العاشر. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة لهذا الشوط ولتحديات الله الله الله. نعود مشاهدينا الكرام ونتابع ملوح، نتابع ملوح مع المركز الأول محمود بن حبيب الرضا، من يتابع ملوح مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز حربة راشد بن ضعيب بن غدير، من يتابع حربة مع المركز الثاني والمركز الثالث. من الجانب الآخر مصيحة سالم بن حميد بن مفتاح الخاطري مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز تقدم بنت الخروف عبد الله بن محمد بن بن حزام نديلة المري مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز مشاهدينا الكرام بنت الباز خالد بن سعيد بن محمد الفهيدة المري يتقدم مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز شوف الأداء الرائع من الجانب الآخر، تقدم المركز السادس. سادس المراكز من الجانب الآخر هناك أيضا الحصينية علي بن عبد الله بن مسفر المري يتقدم مشاهدينا الكرام على المركز السادس والمركز السابع. هناك مينونة، مينونة تتقدم بخيت بن عمر بن بخيت بن عمر المنصوري يتقدم مع المركز السابع والمركز الثامن. هناك العنود فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري مع المركز الثامن والمركز التاسع. تاسع المراكز هناك المركز التاسع، هناك جميلة تتقدم مع المركز التاسع علي بن خليفة بن بليشة الكتبي يتقدم تاسعا والمركز العاشر. عاشر المراكز عندك يا هناك أيضا خيرة مهير بن عبيد الخيال الطنيجي مع المركز العاشر. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ندائنا الثاني أكملناه مشاهدينا الكرام، واتجاهنا اتجاه صحيح إلى خط النهاية وإلى الفوز
الفوز، ولكن ملوح ملوح مع البداية، ملوح مع صدارة هذا الشوط. محمود بن حبيب الرضا، من يتابع ملوح منذ انطلاقة الخمسة كيلومترات هو مع المقدمة، ولكن بالضعيف والخاطر من الجانب الآخر، وابن طحنون من الجانب الآخر، وابن بليشة. الله يا الخماسية، الله يا الخماسية، خماسية ماسية تشكل هذا الناموس وتشكل هذا الأداء المميز، ولكن غيرت حربة، غيرت حربة. راشد بالضعيف بن غدير، من غير مع البداية، من غير مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. العنود من الجانب الآخر، فهد بن فهد بالضحنون الهاجري مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز جميلة تتقدم. علي بن خليفة بن بليشة الكتبي مع المركز الثالث والمركز الرابع. عندك هناك ملوح، ملوح محمود بن حبيب الرضا مع المركز الرابع والمركز الخامس. الله يا الأسامي، الله يا الأسامي، الله الكيل الأخير، الكيل الأخير، الكيل الأخير. حرك يا محرك، حرك يا محرك، شوفوا الأداء الرائع والهجوم المميز على المركز الأول. ولكن بن بليشة غير المقدمة، غير صدارة هذا الشوط. بن بليشة مع المركز الأول، جميلة جميلة جميلة. يبس سلامات لهالي الحميدية، ولكن شوف شوف الأداء. هل العوير يتابعون؟ يتابعون، ولكن شوف شوف القادمة، شوف القادمة على المركز الثاني. هناك الله الله، هناك بنت الخروف عبد الله بن محمد بن حزام من ديلة. المري قادم، قادم بن حزام قادم، وغير غير المقدمة، غير صدارة هذا الشوط. ولكن بن بليشة مع جميلة مع المركز الأول الثاني والمركز الثالث. الله يلقدوم، الله يلقدوم مع المركز الثاني. هناك أيضا قادمة، هناك بنت الباز خالد بن سعيد بن محمد بن يحيى. المري قادم مع المركز الثالث، ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر هناك معيا، وصلت معيا. هناك مبارك بن سهيل بن مبارك الكتبي وصل مع معيا، وصل مع معيا، غيرت معيا، غيرت المغرب. محمد بن سلطان المالكي يقودها، الله يا معياه، غيرت المقدمة، غيرت صدارة هذا الشوط. معياه تهانينا والناموس، مبارك بن سهيل بن مبارك الكتبي والمركز الثاني. بنت الخروف، هناك بنت الخروف عبد الله بن محمد بن نديلة المري، والمركز الثالث، المركز الثالث بنت الباز خالد بن سعيد بن محمد الفيدة المري، والمركز الرابع، المركز الرابع حربة راشد بضعيف بن غدير. نعود مشاهدينا الكرام مع التوقيت الزمني 7:51، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك معيان مبارك بن سهيل بن مبارك الكتبي، تهانينا والناموس والتهنية أيضا محمد بن سلطان المالكي والمركز الثاني. بنت الخروف مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام 7:52، جزئين من الثانية. تهانينا عبد الله بن محمد بن حزام بن نديلة المري، تهانينا وناموس والمركز الثالث. بنت الباز تصلنا مع المركز الثالث خالد بن سعيد بن محمد بن يحيى المري، تهانينا وناموس 7:53، 6 أجزاء من الثانيه.